السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كل اللي راح اسكندرية راح شايف الممشى دوت اللي عند قلعة قايتباي. عايز اقول لكم جميل قوي، في تحف حلوة قوي قوي بجد يا جماعة، يعني حاجات بجد مصنوعة هنا في مصر، بس بجد الفن اللي فيها حلوة قوي واسعارها مش غالية قوي. اللي معروف ان معظم الاجانب هي اللي بتشتري الحاجات دي، بس عايز اقول لكم والله بجد الحاجات تحف وجميلة جدا، مصنوعة بحرفية كده وحاجة حلوة قوي. كل اللي بيروح يزور اسكندرية لازم يزور الممشى اللي عند قلعة قايتباي دي، تبقى شارع طويل كده قبل القلعة، بيبقى فيه حاجات كتير قوي، فيه تحف، فيه طرح، فيه شنط جلد. بصوا الحاجات مصنوعة بحرفية، مش أي كلام، مش زي الجبس والحاجات ديت، لا هي مصنوعة بحرفية وجميلة جدا، وفي حاجات شكلها غريب كمان يعني. بس اللي بصوا العلب دي حلوة قوي، زي علب التحف كده، والعلب الخزف ديت بتبقى جميلة قوي، يعني بتشال فيها الحاجة بتحس ان انت عندك تحفة في البيت. الشنط الجلد ديت انا سألت عليها قال لي جلد طبيعي، كانت بمية وبمية وعشرين، بس هي لو جلد طبيعي فعلا هتبقى جميلة. ممكن تجيبي بقى الهدايا من هناك لأهلك ولصحابك، وتبقى حلوة قوي، في أعقاد وسلاسل وبـ5 جنيه وبـ10 جنيه، الأسعار مش غالية قوي. الطفاية دي طبعا المشهورة زمان قوي، من زمان جدا في البيوت المصرية، والنجوم ديت والقوافع بجد شكلها حاجة تحفة جدا، لما تشوفيها في الحقيقة كده تحس ان ايه ده. يعني العلب دي طبعا معروفة وحلوة جدا، بقولك بتشوفي الحاجات دي على الحقيقة بتحس ان ايه ده، ده فنانين بجد اللي عاملين الحاجة ديت، وبجد حلوة قوي. فانا لما روحت هناك قلت ان انا لازم اصور لكم الحاجات الجميلة قوي ديت، علشان تتفرجوا معايا على جمال الحاجات ديت، للي ما راحش واللي ما شافش الحاجات ديت. بصوا الجمل بجد معمول اكنه حقيقي، بصوا الراجل ده يعني عجبني جدا صراحة. ده منظر القلعة معمول بالجبس كده، وفي معمول بالسيراميك والحاجات ديت، دي قواقع وحاجات كده، دي تحف. الاجانب هناك كتير قوي ومعجبين حاجة جدا، اللي هو بيبقوا ماشيين كده مبهورين بالحاجة وبيشتروا منها كتير، بس للأسف المصريين ما بيشتروش كتير، لأنها يعني هم بيقولوا ان الحاجات دي حاجات عادية يعني موجودة عندنا. بس بصوا الشعاب المرجانية دي شعاب بجد، والنجوم دي نجوم حقيقية، يعني الحاجات دي مطلعينها من البحر وبيبيعوها، يعني الحاجات دي حقيقية فعلا. دي برضو القلعة والجمل هم عاملينه، أبو الهول والحاجات دي جميلة قوي بجد. بس والله العظيم الناس اللي واقفة بتبيع الحاجة صعبة عليا جدا، لأن مفيش عليهم إقبال جامد، الناس بس بتسأل على الأسعار وتمشي، مع إنهم مش مغلين الأسعار قوي يعني، بس الأجانب بس هي اللي ممكن تكون واقفة وبتشتري، لكن المصريين بتسأل على الأسعار بس وبتمشي يعني. بس الحاجة بجد فيها حرفية وصنعة جميلة قوي، بصوا اللوحة دي حلوة قوي ما شاء الله، جميلة والحاجات حلوة قوي. واللي ما راحش زار قلعة قايتباي هحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي انا نزلته عن القلعة. عايز اقول لكم القلعة بجد جميلة جدا، تروحي كده تستجمي، تروحي تقعدي تقضي يوم هناك في القلعة، حلوة جدا، فياريت تتفرجوا عليه، هحطه لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع القلعة اللي انا عملته، علشان برضو تتفرجوا على القلعة وعلى جمال قلعة قايتباي في اسكندرية وعلى جمال اسكندرية. بصوا ديت حاجة غريبة قوي، سمكة كده منفوخة، ودي نجوم البحر كتير قوي وشعاب مرجانية، حاجات حلوة قوي. التحف الفنية دي عجبتني جدا، فبصوا بقى السمكة المنفوخة دي برضو يعني حلوة قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس، عشان اول ما انزل فيديو تبقى انتوا اول ناس تتفرجوا عليه.